نكمل مع أزمة حركة انتصال الحريات الديمقراطية مع الأسباب. اكتشاف المنظمة الخاصة، هذه اللي لبسوها اللي كان يلبسها مصال الحاج، نقولوا نفي مصال الحاج إلى فرنسا، وأخيرا خلافات حول القيادة، هذا كعبارة عن مقود خلافات حول القيادة. قلنا اكتشاف المنظمة الخاصة، نفي مصال الحاج إلى فرنسا، خلافات حول القيادة، هذه هي أسباب الحركة. أفرزت هذه الحركة ولا أفرزت أزمة حركة انتصال الحريات ثلاث تيارات نجمعهم في كلمة مسرح، نتعمدوا نكتبوها بالصاد. عندي تيار المثاليون، وتيار المركزيون، عقلوا لي الراء ميم راء مر مركزيون، والحاء المحايدون. صحيح، هاد المثاليون هم أنصار مثالي الحاج، يؤمنون بالقيادة الفردية بزعامة مثالي الحاج. المركزيون العكس نتاعهم، يؤمنون بالقيادة الجماعية. المحايدون أو ما يعرف بالثوريون هم بقايا المنظمة الخاصة الذين أنشأوا لجنة ثورية الوحدة والعمل وتوجهوا نحو العمل المسلح. قلنا الثوريون هم بقايا المنظمة الخاصة، يعني من ذاك اكتشفت اسم الباقي المنظمة الخاصة، واش داروا؟ أسسوا اللجنة الثورية الوحدة والعمل وتوجهوا للكفاح المسلح. سي بون، هذه فيما يخص الثلاث تيارات. إلى فيديو آخر إن شاء الله.